عالمياً أكثر من 750 مليار دولار يتم هدرها سنوياً بالطعام الزائد. هذه الكميات تكفي لتغذية 32 دولة في العالم مهددة بالمجاعات. اشتهر العرب بالكرم، لكن الأمر تخطى ذلك ووصل إلى مرحلة التبذير والإسراف، وخصوصاً على موائد العزائم وإفطارات رمضان. بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن العرب يقومون بهدر الطعام خلال شهر رمضان بشكل أكبر من باقي أيام السنة. تتصدر السعودية عالمياً من حيث الهدر الغذائي، حيث تصل قيمة الطعام المهدر إلى 13.3 مليار دولار سنوياً، وهو أكثر من الناتج المحلي لكل من الصومال وجيبوتي وموريتانيا مجتمعة. ما يحدث في بيوتنا وفي بوفيهات المطاعم والفنادق من هدر وكب للنعم أمر مؤلم حقاً. كيف تلقي بالطعام في القمامة وفي العالم أطفال يبحثون عن فتات الخبز اليابس؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم على عائشة ووجد كسرة خبز على الأرض، فقال عليه السلام: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما نفرت على قوم فعادت إليهم.